هلا بالنسبه للجامعه، رئاسه الجامعه ولكان الكادر التدريسي، هن عم بيقدروا الظروف اللي عم نعيشها نحن هون بالمناطق المحرره في ظل هاي الهجمه الشرسه من قبل قوات النظام على المناطق المحرره. فهن قاموا باضافه دوره تكميليه للطلاب، يعني هالشيء بيساعدهم لحتى اللي ظروفه مثلا ما سمحت له يدرس ماده انه يرجع يقدمها فيما بعد. بعد أن انطلقت جامعة إدلب في العام الدراسي 2015-2016، طبعا في بداية الأمر كانت الجامعة تعاني من نقص في الكادر التدريسي والإداري. استطعنا خلال الأعوام اللاحقة ضمن الجامعة أن نطور الكادر التدريسي والإداري، حيث استقطبت الجامعة العديد من حملات شهادة الدكتوراه والماجستير باختصاصات متنوعة. أيضا استطاعت الجامعة أن توظف العديد من حملات الإجازة ضمن الكوادر الإدارية في الجامعة. الحمد لله في العام 2018-2019 شهدت الجامعة قفزة نوعية في كاديريها التدريسي والإداري، حيث استطاعت الجامعة أن توظف العديد من الكوادر التدريسية ضمن اختصاصات متنوعة ومختلفة في كافة المجالات العلمية والنظرية. أيضا استطاعت الجامعة خلال هذا العام أن تطور الكادر الإداري من خلال دورات تدريبية وتأهيلية، والحمد لله الجامعة في تطور مستمر.